الشيخ أمشار العفاسي ضيف برنامج الليوان مع عبد الله مديفر السلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب حياكم الله في الليوان الليلة حكاية قرآنية في الليوان تتضح الحكايه حياكم الله من جديد باسمكم جميعا ورحب بضيفي الشيخ مشاري العفاسي حياك مبارك. الله براشد يا هلا ومرحبا يا هلا فيك شهر عليكم مبارك مبارك الله يحفظك كل عام وانتم بخير مبارك عليكم الشهر انتم مشاهدين ومشاهدات انا يعني لو انت اخرت الحلقه خليتها في 11 رمضان كان وقت ميلادي بعد احسن 11 <applause> رمضان لكن يعني انا يعني ودي بالبدايه اعتذر عن تاخيري في الاستجابه انت كلمتني كنت في في برنامج المرتل عندي تصوير في البرنامج وموسم ثاني فتاخرت لكن امس ما شاء الله قعدنا قعده طويله طلعنا حره السابق كله لا بد حياك الله في كل وقت سعيدين حب. بوجودك الحقيقه البدايه انا اريد ان اتحدث عن يعني احنا في رمضان وفي وفي ليله كريمه وفي ليله مباركه ان شاء الله وخير بدايه لاي شيء هي ما يرتبط بذكر الله نعم القرآن إحنا لما نشوف في المساجد العالم الإسلامي في تراويح رمضان أو حتى في غيرها نشوف أنه القراءات تختلف يعني لما نروح نشوف المغاربة مثلا نشوف أنهم يقرأون بطريقة تختلف عن القراءات اللي يقرؤون فيها مثلا السودانيين أو الصوماليين تختلف عن القراءات اللي موجودة في السعودية أو في مصر تختلف عن القراءات اللي موجودة أحيانا في بعضها في حضرموت ولا بعضها في, في, في الشرق لماذا تختلف هذه القراءات؟ وما هي نوع كل هذه قراءه من هذه القراءات؟ آه لا شك ان يعني القراءات هذه قراءات متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم آه نزلت على الرسول صلى الله صلى عليه وسلم للتيسير اقراها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قرا بها واقراها الصحابه والصحابه وأقرأ اقراوا التابعين لذلك كان ابن مسعود يقول طيه ما انزلنا عليك القران لتشقى قال الراوي يقول قراها بالكسر قال هكذا اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح. فالوصف الدقيق يعني والقراءه عند السلف كانت يعني لها طريقه معينه وهي قراءه التلقي يعني يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نفس الشيء قرأوا على التابعين بخلاف المتعارف عليه الآن أن يجي الطالب يقرأ على الشيخ لا كان حمزة الزيات أحد القراء العشرة كان يقرأ والجموع من طلبة العلم يكتبون عنا كيف قرأ هذا الحرف وكيف قرأ القراءة العشر شيء مما يعني اختاره الصحابة بأن يقرأ فلان من الصحابة بقراءة أو بأكثر وأقرأ الآخر بقراءة أو أكثر فالصحابة نفس الشيء بالتتابع حتى صارت القراءات متواترة نقلها الجمع عن الجمع حتى يعني صار يعني في استحالة على يعني هي قطعية الثبوت يعني من هذا المنطق طبعاً لكن هل هي هذه القراءات العشر هي نفسها اللي وردت في الحديث أن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف هل هي هل هي دي السبعه احرف ولا حرف واحد طلع منه عشر؟ فيما اعلم ان الاحرف السبعه شيء مختلف عن القراءات العشر. قراءات العشر اشبه باللهجات وهذا امر يعني من تيسير الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعني احيانا يجيب على بعض الاسئله لما ساله احد الصحابه عن الصيام في السفر قال بلغه طمطمانيه حمير يسمونها طمطمانيه حمير قال يعني ليس وهو وهي ابدال الالف واللام الى يعني همزه قال ليس لما قال حديث ليس من البر ليس من الصيام في السفر, في السفر حديث البخاري معروف في روايه عند احمد قال ليس امبر ام صيام في ام سفر فهذه لغه من لغات العرب لغه حمير يعني بعض الكلمات مثل لغه حمير استخدمتها يعني لغه قريش لان قريش حاضنه للغات بحكم توافد الناس على مكه فانتقت افضل واطايب الكلم فصارت افضل لغه باعتبار انها عربت كل ما سمعت من اطايب الكلم وهذا راح يجي ايضا حتى م. يعني لو طيب خلينا ناخذ مثلا المغرب العربي الحين المغرب العربي يقرؤون باي بأي قراءه عن من عن من لا انا بس اكمل النقطه هذه ان الاحرف السبعه لغات يعني استعمالات بعض لغات العرب مثلا حمير يستخدمون كلمه سامي دون م. يقصدون فيها لاهون مثلا م. ممكن يستعمل بدل كلمة تعالوا هلموا أو أقبلوا فهي استعمالات يعني حسب لغة يعني القبيلة أو البقعة اللي تستعمل هذه اللغة لما جاء عثمان رضي الله عنه استبعدت هذه اللغات كلها السبعة بقيت لغة قريش م. وهذه اللغة اللي اللي احنا نستعملها الآن اللي هي في المصحف العثماني وهذا من شروط يعني القراءة الصحيحة أن توافق الرسم العثماني. لذلك احنا الآن نستخدم لغة واحدة لكن في اعتبار لاختلاف اللهجات. يعني اليوم أنت كل ما اتجهت شمالا زادت الإمالة. تسمع أنت الآن في مكة حتى القارئ المكي بن كثير أحد القراء العشرة ما عنده ولا إمالة كل ما رحت فوق تبدا من القصيم تبدا الإمالة شوي ما تسمع مثلا تسمع مكاوي يقول سلام لكن القصيم يقول سلام أه تروح فوق العراق الشام لبنان بالذات السماء مثلا الماء مثلا عرفت يعني في اماله في مثل مثل بعض القراء انت تسمعهم يقرا مثلا والنجم اذا هوي في اماله كبرى هوي وفي هوي هوي اللي الاماله الصغرى يسمونها فهذه لغات قرا فيها النبي صلى الله عليه وسلم واقراها الصحابه والصحابه اقراوا من بعدهم ونسبت الى بعض القراء اللي هم القراء العشره نسبه اشتهار لانهم يعني اختاروا. هي قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعًا. ولكنه الذي الذي اشتهرت في في الروايه عن فلان عن فلان عن فلان اشتهر فيها قارئ من القراء فصارت قراءة حافظ طبعا وما اشتهرت الا لانه يعني خدم هذه م. الروايه وكان مقرئ يقرئ تلامذه كثر وربما اشتهر منهم اثنين او ثلاثه لكن ما شتهر عنه هذا يعني الخط في الرواية أو كذا إلا لإتقانه وخدمته لكلام العزب خلنا نأخذ التوزيع الجغرافي في القراءات اليوم نعم. إيش القراءة اللي يقرون فيها المغرب العربي اليوم المغرب العربي يقرؤون بقراءة نافع قالون, قالون عن نافع ولا ورش عن نافع قالون وورش مم. براويه قالون وورش الصومال والسودان إلى الآن محتفظين طيب عطني عطني مثال على القراءات نافع. يعني مثلا قراءة نافع مثلا قالون مثلا ممكن يقرأ بمثلا بصلة ميم الجمع ويوافقه بن كثير مثلا مثلا مثلا, مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا مم. فهذه من صلة ميم الجمع عنده وعند غيره يعني فهذه اللغه يمكن يعني ليبيا ليبيا وتونس يعني قالون اكثر والمغرب طبعا عندهم وعندهم الامالات يعني والضحى مم. والليل اذا سجى سجى هذه اماله مو سجى فتح مم. لا في شيء اسمه فتح ضحى ضحى ضحى, ضحى يعني ياء غير ماديه يا ياء لينة يسمونها وفي الصومال والسودان قراءه ابو عمرو البصري مم. اللي هي براويه الدوري حفظ. والسوسي اغلب قر... يعني العالم الع... الاسلامي م. يقرؤون ب... ب... بقراءة عاصم م. تحديدا حفص عن عاصم لكن هنا الدوري عن يعني ابن نعم الدوري و وش 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 ميزة القراءة أو أعطني ألفاظ مختلفة لهالقراءة مثلا آه... آه... مسألة الإدغامات مثلا عند السوسي م. مثلا آه... مثلا قال ربي اني عرفت؟ يعني الادغام مع مع المد هذا عرفت؟ قال ربي مثلا ما يقول قال ربي ايوه وهذا اختلاف يعني يسير باللهجات ويصب في معنى واحد و وكله يعني, يعني من عند الله عز وجل. في في آه في قراءتين عن عاصم، في حفص عن عاصم، في شعب عن شعبه عن عاصم. ايه عن عاصم شو الفرق بينهم ولماذا هذه القراءات القراءات بالذات عاصم منتشره في العالم الاسلامي اكثر من غيرها تقريبا هي هي الاشهر وهي الاكثر نعم يعني ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي وغيره من العلماء انه كان يعني مع يعني في علم الرسم والضبط في عنايه في موضوع علامات الاماله وعلامات يعني موضوع الرسم العثماني مو شيء سهل علم يعني اسمه علم الرسم والضبط فهذه الرواية سبحان الله يعني ما تدري يعني قبول من عند الله عز وجل، أجر يصب في في ميزان حفص يعني رحمه الله، لكن يعني أورد الشيخ عبد الفتاح القاضي أن هذا يعني كان مناسب للطباعة آلات الطباعة ويعني سهولة كتابة المصحف بهذه الطريقة لأن الإمالات قليلة يمكن في بسم الله مجريها ومرساها في سورة هود يعني هذه إمالة وحيدة شعبة عنده فروقات بسيطة عن حفص مثل أعمى مثلا اتخذتم حفص هو يقول اتخذتم عند الله عهد عطني الآيتين عشان أشوف الفرق به. يعني مثلا حفص يقول مثلا قل اتخذتم عند الله عهدا قل اتخذتم بدون ادغام شعبه قل اتخذ تُمْ عند الله عهدا يعني هذه الفروقات بسيطة يعني, يعني بسيطة جدا طيب لكن سبحان الله تحدث لذة عند القارئ والسامع مم لكن مم في ناس قد تنفر يعني اللي يجهل الموضوع هذا قد يقول لك أنت أخطأت ولا أنت تلعب بالقرآن أو كذا وحتى تفسير انتشار بعضهم قال الأحناف يمكن ساهموا في انتشارها الكسائي ومن كثير القراءات دي تقريبا شبه اندثرت ولا أنا يعني آه الان في طفره يعني مع مم. مع التواصل الاجتماعي الناس بدات تسمع في اليوتيوب وغيره تسمع قراء يقرؤون بروايات في شيء معروف أو. عن الكسائي ومن كثير نسمعه يعني شوف مثلا من كثير عنده مثل ما قلت لك صله ميم الجمع هذه مم. لهم وعليهم مثلا هو عنده مثلا لو قريت مثلا سورة الحاقة مثلا "خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة" ما يقول "خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه" لا خذوه فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله واضح اي نعم اه وهذا هذا الكسائي ولا من كثير لا هذا من كثير والكسائي الكسائي الكسائي وحمزه يسمونهم شيوخ الاماله يعني هذول في الكوفه وبالمناسبه يعني حمزه والكسائي في الكوفه يعني بن عامر مم دمشق بن كثير في مكة نافع في المدينة أبو عمر والمغاربة خذوا عن نافع المذهب المالكي والقراءة عن نافع آه وكذلك يعني أبو عمر البصرة عاصم وحمزة والكسائي أهل الكوفة يعني مشهورين بالإمالة إيه لا بس حمزة والكسائي يسمونهم شيوخ الإمالة يعني مثلا تقرأ سورة النجم سورة طه يعني ذوات الياء هذه اجم اذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي. في ايضا جزء اخر من هذا الحديث ما له علاقه بالقراءات له علاقه بالمقامات. نعم. والمقامات المشهوره هي كم ثمانيه ولا كم؟ بعضهم يقول سبعه، بعضهم يقول ثمانيه، بعضهم يقول تسعه م. لكن اذا اعتبرنا ان قلنا مثلا ان المقامات هي الدرجات الصوتيه السبعه. مثل ما في سبع سماوات، في سبع اراضين، في سبع نغمات. م. تخلص تبدا اكتاف ثاني او الديوان الثاني يعني انت تقول سلم سبع نغمات ثم الثامنه يعني هي هي الاولى م. يعني من جديد. فهذا اعجاز سبحان الله يعني موجود ما حد يقدر ينفك منه. وهذا يجرنا اليوم الى موضوع المقامات في ناس عندها حساسيه من موضوع المقامات وان وكان الموضوع يعني يعني ما له دخل في شاننا كان, كأن ما, <applause> ما في احترام للقران او كذا موضوع احترام القران وقار القران هذا امر يعني ما في جدال الامر يتوقف عندك يعني القراءه بالمقامات شيء وتعلم المقامات شيء اخر يعني القراءه بالمقامات كل يقرا بالمقامات يعني مثل ما يعني لا يلحن قارئ اي ايه الا وهو في واحد من هذه المقامات السهلة. ما دام عندك صوت حسن م. لابد ان توافق مقام من المقامات، م. مثل الشاعر اللي يقول بيت من الشعر لابد ان يوافق بحر من البحور الشعريه، 16 في العربيه وغيرها من العاميه، المهم انه راح يمشي على خط يعني في 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 العروء ونفس الشيء في المقامات، شاء ام ابى. ما في لا تقول لي حتى كبار علماء لو تسمع قراءتهم او تسمعني قراءتهم اقول لك هذا يقرا بالمقام الفلاني، لكن الكلام وين والخلط وين؟ في موضوع التعلم، تعلم المقامات، انت تتعلم بالتقليد وهذا اكثر القراء على هذا، بدا يقلد قراء ثم تطور ومن كثر ما سمع صارت له شخصيه مختلفه او او, أو بطبيعه الحال انت حتى لو تقلد تحرص انك تقلد لا بد ان تكون لك بصمه صوتيه مختلفه، كل كل صوت مختلف عن الثاني. في تقليد عفوا في تعلم المقامات بالملاحظه. في ناس تتبع القراء وتسمع وتحاول ان تاخذ من كل بستان زهره. وفي قراء يعني او مبتدئين يتعلم عند شيخ وهذا للاسف قليل. انا انا قرات على الشيخ خليل الرحمن اللي في المدينة قرأ إيه نعم هذا رحمه الله عليه يعني قرأ عليه يعني كبار المقريين اللي انا احبهم و يعني قرأ على محمد ايوب وقرأ عليه طبعا الشيخ محمد ايوب والشيخ علي جابر من اهم القراء يعني أمة الحرم كان له طريقه يعني ايش كانت طريقته؟ يعني انه مثلا وانت تقرأ بمقام خلاص انت استوفيت هالمقام او ما هو مناسب لمعنى الآيات او ما هو مناسب لإبراز المعاني في الآيات هذه خلاص يبدا يدششك الى تحويله مقام اخر فكنا يقول لك قلدني يلا روح وجرب هالاسلوب هال ال فهو قاعد ينوع لك في الاداءات وما قال لك لا اسم ولا قال لك بس يطلعك من مقام المقام بما يتناسب مع المعنى ولا سولف حتى عن المقامات كثر ما هو جرك في مثال حي للتلقي نعم بس هنا 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 سؤال مهم يعني إذا قلنا إحنا أن القرآن كان يؤخذ بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى <applause> أن وصلنا بالتواتر ما هو المقام الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صعب يعني الواحد يعني يتكهن فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابط جميل لما قال من إذا من لما سئل عن أو من يعني من أحسن الناس قراءة قال من إذا سمعته أو سمعته حسبته يخشى الله البالانس او الميزان اللي انت تمشي فيه اللي هو ميزان صحه القراءه التجويد صحه الاداء هذا واحد ميزان التاثر والخشوع والتدبر والتفاعل مع الايات والاحساس بالمعاني وابراز المعاني والقدره على ابراز المعاني هذا جانب ثاني وجانب النغم ويعني والموهبه وكيف عاد تطورها؟ المهم انه هذول الثلاث اركان اذا طغى يعني ركن على اخر اختلت القراءه، يعني اللي يخشع زياده عن اللزوم يتباكى وكذا يأثر على التجويد يأثر على يعني النغم يفرق ينشز صح؟ بس انا باخذ من من الكلام اللي انت قلته او قاله خليل الرحمن اللي هو توظيف المقام في خدمه المعنى. نعم خلينا ناخذ مثلا هذا هذا اسلوب هذا اسلوب في هذا اسلوب ايه؟ إنه, انه ما قال اصلا. هو هو رتل وانا قلت وراه في ناس يتعلمون عند منشدين لا انا هذا موجود في مصر فهمتك بس انا الان باخذ هذا هذا الملحظ وابني عليه سلسله من الاسئله اللي هو توظيف المقام في خدمه المعنى خلينا ناخذ المقام الرصد مثلا نعم يمكن هو اشهر المقامات وتصحح لي اذا انا غلطان نعم كيف ممكن اول شيء اعطني قراءه تبين لي هذا المقام وكيف او ما هي المعاني الافضل اللي ممكن اوظف فيها مقام الرصد أيه اللي لإبانة هذه المعاني القرآن شوف أكثر قراء الحرمين استمروا فترة طويلة يقرؤون بالرصد علي جابر رحمة الله عليه الشيخ سديس الشيخ الحذيفي يعني صلاح دير الشريم يعني كلهم مقام لكن كل واحد بطريقته بطريقة استهلاله بطريقة قفزاته يعني مثلا لما تسمع مثلا يعني سمعني يعني ما تسمع الحذيفي مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا رصد لكن مختلف عن الرصد اللي قرأ فيه علي جابر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اسلوب مختلف وش غير اسلوب سديس طبعا الحين بلغت ما اقدر اقلد سديس <تصفيق> <تصفيق> يعني شكل قراءه سديس كيف؟ نفس الشيء يعني الحمد لله رب العالمين هذا نفسه نفس راست لكن مثلا في نفسه الحين أيه الحمد لله رب العالمين حتى البدايه الحمد لله رب نفس بدايه سديس هو المقام الراست هذا لكن لو غير بنفس المقام الاستهلال هو بادي الحمد لله لو بدا من فوق الحمد لله بدا بشكل مختلف كانه غير ان صح التعبير اللحن يعني او غير النغم يعني هم يقولون ان الاوامر والنواهي ممكن يخدمها هذا المقام اكثر صحيح الكلام ذا ولا مو صحيح ولا دقيق هو اصلا هذا المقام كثير استعماله في الجزيره العربيه بالذات لانه هو المقام يعني يعتبر ويسمونه حتى معناه في بالفارسيه هو اسم الرست لكن معناه المستقيم لأن هو السلم الأساسي حتى في الغرب نفسه اللي هو مقام العجم لكن بدون الربع تون اللي هو في النغمة الثالثة منه أنت تقول آه 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 الثالثة هذه ناقصة ربع تون يعني حتى بن خلدون تكلم في مقدمة في, في, في الكتاب المعروف في مقدمة ابن خلدون تكلم في في, في الصناعة هذه صناعة الموسيقى إن صح التعبير قال يعني ان 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 كل صوت مقسوم الى اربع اجزاء فهذا الصوت الثالث ناقص ربع فصار فيه ثلاث اجزاء فصار هو المقام الخاص بالجزيره فكانه هو مقام نفس المقام العجم العالمي هذا او اللي يستخدمونه برا الوطن العربي لكن يقولونه بطعمهم وهذا تجده لما تسمع انت الحجازيين تسمع النجد شلون يقرؤون تسمع بالذات سبيل يعني انا طيب خلينا على الحرم سبيل هل يقرا الرسول ولا يقرا السيكة؟ بالاثنين يعني شوف يعني انا اذكر في يعني في كتاب قراته اللي هو مؤتمر الموسيقى العربيه. هذا الكتاب يتكلم عن يعني مبادره سواها الملك فؤاد واستدعى مثقفين وموسيقيين من من شتى بقاع الارض لكن للاسف كانت فقط بهذاك الوقت بالثلاثينات حاضره الوطن العربي مع الغرب جاب من روسيا من امريكا من فرنسا من النمسا من ايطاليا من المانيا من مصر من الشام من العراق من المغرب من تونس وكلهم جو شكلوا لجان وثقوا في الكتاب هذا كل لجنه تسمع من الوفود هذه شنو الانغام اللي عندهم شنو الايقاعات اللي عندهم ووثقوا آه المسميات وجو اهل العراق سمعوهم طور اللي اللي يسمونه اللامي اللي مثلا اه, آه, آه, آه يعني لما يقولون تسمع انت مثلا الله اكبر الله اكبر مثلا لما يقول: "ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا" فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا الاسلوب اسمعوه من القمبنجي. جاء وقعد امام اللجان وسمعوا منه يعني حتى المصريين سمعوه من, من القمبنجي. وال والغربيين وكلهم حتى كان احمد شوقي من ضمن الحضور من المثقفين والشعراء. الشاهد انهم و وانا اتمنى يعني واحنا في السعوديه أه أن تتبنى المملكة مبادرة من هذا النوع، لأن للأسف في هذا الكتاب وجدت بعض المسميات اللي ما وثقت اللي هو سيكا النجدي السيكة بمناسبة النجدي إيه؟ بمناسبة أي بمناسبة الشيخ سبيل. سبيل رحمة الله عليه وش السيكا النجدي؟ السيكة النجدي مقام سيكة لكن تحس الذوق والذائقة الراستية إن صح التعبير موجودة فهو في تعزيز لي واستخدام لجنس الرصد في 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 ايش كان ي... كيف قراءات كانت سبير الله يرحمه؟ كان رحمه الله عليه يقرأ أه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله هل أسلوب فيه فيه الرصد وفيه السكة آم. السيكه اكثر استعمالا في الوطن العربي فرع منها يسمى الهزام وهو اقتران ومزيج ما بين السيكه الاصلي اللي هو الاصل والدخول اللي هو في الثلاث نغمات الاولى و والحجاز مثل النشيده المشهوره طلع البدر علينا من ثانيات الوداع مختلف عن هذه طلع البدر علينا بالطريقه دي بالهزام بحج... هو فرع عن مقام السيكا لأنه مو بحجازي اي لا يس... تستخدم في مقام الحجاز فوق تحت ركز سيكا آه هذا السيكا آه هذا حجاز فوق فصار المزيج ما بين الحجاز والسيكا مقام منفصل بس السيكا اللي يسمونها مقامات الفرعيه او المشتقه مقام عربي ولا طبعا هو شوف يعني المقامات مثل اللغات لما مم. تكلمنا عن قريش وانها استعملت افضل الكلمات وصارت لغتها يعني غنيه مم. كذلك في الوطن العربي ومكه التوافد هذا مم. في البقعة المباركة هذه أثر في أن العرب استخدموا وسمعوا وعنايتهم باللغة وعنايتهم بالشعر وعنايتهم بالقرآن استخدموا الأنغام مم. بس يقولون السيكة إذا دخلتوا ما وكانوا أغنى ولا زالوا أغنى من غيرهم مم. من ناحية الأنغام لذلك تسمع أنغام أصلها مثلا مقام النهاوند أصلها فارسي فارسي لكن لما تستعملها خلاص عرب مثل الايات القرانيه لما تستعمل كلمه مشكات واسماء الانبياء ليست عربيه لكن الله عز وجل قال إن إنزلناه قرانا عربيا ما دام استعملها خلاص عربت لان اللغه اصطلاح النهاوند انت مشتهر كثير انه انت تقرا بالنهاوند نعم حدثني عن 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 هذا المقام في القران هذا المقام يعني صراحه انا يعني بدات يعني كغيري يعني متأثر ومقلد ومحب للقراء وعاشق لهم ومتعصب بالذات اللي علي جابر رحمه الله عليه والشيخ محمد أيب وما في لقاء تقريبا الا اجيب طاريهم هذول لهم يعني فضل علي بعد الله عز وجل وفاء لهم هذا اقل شيء يعني هم والمقرئين اللي قرات عليهم الشيخ عبد الرافع رضوان والشيخ احمد الزيات يعني رحمه الله عليه يعني بيجيب لك القراء اللي انت قرأت عليهم لكن خلينا على المقام نفسه النهاوند سمعني النهاوند مثلا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنا أجد نفسي يعني يعني خاشع أكثر في المقام هذا. يعني اتاثر ويوصلني واعيش الايات اكثر بالمقام هذا لان هذا المقام جوكر تبي فرايحي يصير فرايحي أه تبي معبر خاشع جدي في بيان في حكم جوكر تقدر توظفه باكثر من معنى اي ونفس الشيء الكرد لكن الكرد اكثر عاطفيه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا تنغيم مطالبين فيه شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن وين التحدي؟ تحدي أن تضبط هذا النغم بضابط شرعي وهو علم الآلة اللي هو التجويد تقرأ على المشايخ تضبط تلاوتك تبرز المعاني تبرز لذلك يعني بعض من ما استفدناه من مشايخنا وما وجدناه في الكتب اللي هو الاختلاسات اللي يسمونها اختلاسات عرف عند القراء يعني ينبهون على مثل هذه الأمور يعني لما تقول أنت مثلا وإن الله لم لمع المحسنين لمع كأنك توهم السامع أنك تقول فعل شيء لمع وإن الله لمع المحسنين لمع المحسنين مش لمع المحسنين شو اللي اختلف القفزة وإن الله لمع المحسنين لا "وإن الله لمع المحسنين"، مم شوف النغم أثره هي قفزة أنت قفزتها نغمية لكن أثرت في المعنى كيف أنت حسيت؟ مم أنت مم أنت لو يعني أحسست وخشعت وتفاعلت مع الآيات ستكون قفز قفزاتك ونغماتك صحيحة في إطار الحرم المكي البيات نسمعه يمكن مع المعيق لي أكثر إيه وقبله محمد ايوب ومحمد ايوب هو اللي تميز فيه مم اكثر طبعا لان ما شاء الله الشيخ المعيقلي يعني قراءته مؤثره ويقرا و و و وينوع ونفس الشيخ الشيخ محمد ايوب لكن الشيخ محمد ايوب جعل هذا المقام يعني مذهب له هو الاساس والاصل له وينوع كيف كان يقرا الشيخ محمد ايوب؟ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <applause> مثلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد <applause> يعني الأسلوب الشرقي واضح يعني تأثر حتى بالقراء المصريين واضح وصريح في في تلاوته المصريين عاده يبداون بالبيات وينتهون به بس ينوعون نعم عرف عندهم انه اذا بديت ابدا بالبياتي وقدرتك انك تتنوع وترجع للمذهب الاساسي اللي هو مم دخولك لكن هني عاد تجي شطاره القارئ انه يبدا بنفس الركوز اللي بدا فيه مم يعني انت ما تبدا الحمد لله رب العالمين هذا ركوزك لما تنتهي ولا الضالين ركوز ثاني إيه المفروض انك ترجع لنفس اللي بديت فيه يعني مم يعني هذا دليل على سلامة النغم مم عندك الصبا حزن الصبا مؤثر ومن احسن الناس اللي قرأوا بالصبا من؟ الشيخ خالد القحطاني يعني انا كنت اتمنى هالصوت هذا يكون بالحرم صراحه مؤثر انا من من صغري كيف كان يقرا الشيخ؟ من صغري يعني كنت احب هالقارئ يعني مع اني انا كنت احفظ ومتعصب للشيخ علي جابر والشيخ محمد ايوب بس سمعت الـ يعني الـ يعني القراء يعني يعني بالمناسبه كنت يعني كنت يعني استقرئ القراء يعني يعني اروح اشوف ابحث عن المقام اللي انا احبه اللي نهاوند واشوف اسمع كل قارئ شلون يقرأ النهاوند وكذا بحكم اني كنت مقلد وبعدين شفت المقامات اللي ما يقرأون فيها يعني الشيخ علي جابر والشيخ محمد يمكن يلف بشكل فرعي النهاوند فاخترت النهاوند كهويه مم. مم. منفصله لكن خالد القحطاني كان بالصبا يقرأ اي و... وكذلك الكرد اخترته ب... 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 وهذا كان يعني ب, ب... ب... بتشجيع من التسجيلات اللي سجلت لهم سمعني شيء من الصبا <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا هذا المقام في ناس تشرك فيه مقامات صديقة يعني يعني ممكن يدخل العجم أو يدخل الحجاز معه هذول يعني اقرب له، يعني مثلا ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دخل العجم او بالاحرى العشيران، عجم العشيران صبا بدا بعدين قفل بالعجم والحجاز مثلا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار شوف دخل وكان مؤثر يعني والشطاره اللي انت تستفيد منها اكثر يعني اللي انت المفروض هذا القران المفروض انت يعني يعني تقراه ليصلك انت قبل ان يصل الناس يمكن بقى معنا يمكن الكرد هو اللي ما مرينا عليه انا ودي يعني نختم هذا الجزء قلت مثال خل خل في كل المقامات في ايه واحده انه كيف تتنقل فيها قبل نطلع للفاصل بعد ذلك نعم يعني مثلا انا احب مثلا امثل في في كلمه الحاقه لان فيها مد ودخول تتضح في الصوره يعني لكن ناخذ مرطبة رطب راحتك نبدا البياتي مثلا الحاقة ما وما أدراك ما الْحَاقَّةُ هذا بياتي البياتي, البياتي نفسه هو هو الكرد بس البياتي نالي لا كمل الآيات عشان بس ما نقطع من الداء وقول لي بس الفرق بين كل نعم واحد وواحد نعم هذا البياتي أوكي الكرد الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فرق بين البياتي والكرد الصبة الحاقة ما الحاقة، صراحة هذا المقام فيه فيه يعني بكاء يعني آه ناخذ مقام آه مثلا آه الحجاز الحجاز الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا الحجاز السيكه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا السيكة الرصد رحب. مثلا الحاقة مَا وما أدراك ما هذا الرصد طبعا العوالي فيه يسمونه الكردان كذبت ثمود وعاد بالقارعة تحس فيه بيان يعني وهذا كان يقرأ فيه الشيخ محمد أيوب أو الشيخ علي جابر وأخذوه من الشيخ خليل. والشيخ علي جابر أيضا تميز بمقام اسمه النايرز رست اللي هو مثل ما يقرأ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذا مقام تميز فيه اللي هو الناير زرست وقليل الاستعمال يعني يعني بعض القراء يعني احيانا يقرأ لكن بتقليده وبأسلوبه بطريقة استعمال الشيخ علي جابر ما يبتكر فيه جمل الشيخ علي جابر يعني طيب المشاوي يعني مثلا الحين قراءة المشاوي من 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 الأسماء من يعني من الأصوات المهمة اللي تعطيك الخشة وتعطيك كيف يقرأ يعني إيش النغمة خلنا خلن نكمل المقامات أوكي وبعدين يعني لما نجي عند النهواند مثلا ايه؟ المشاوي يقرأ تميز بالنهواند والنهواند يعني مقام مؤثر صراحة أه المشاوي مثلاً يقرأ يعني كنت بعيد عهد يعني في ها. تقليده مثلاً الحاقة ما الحاقة وما اسلوب لكن سبحان الله شيخ مشاوي في له بصمه صوتيه يعني في له اسلوب يلاغي آه قلبك يعني م. يعني يقول لك شوف انا وين يعني كانه مدرس وانت عارف اسلوبه وعارف وين طريقه آه يعني رفعه وخفضه علوه ونزوله لذلك يعني بعض القراء يبتكر أساليب ويلزم الناس فيها يعني مثلا يقول لما تقرأ السماء قل عالي وجواب ولما تقرأ الأرض انزل قرار أنا ضد الموضوع هذا أنا أحس أن هذا القول بالقراء ويجعلهم كلهم بطريقة واحدة وبطريقة يعني ولا في نص شرعي ولا في شيء علمي يثبت أو يلزم بهذا كذلك بعض الناس يقول لما تجي عند كلام الأنبياء اخفض صوتك وكذا يعني هذا اسلوب مدرس اسلوب خطير كيف كيف اوظف النغم انا انا اقول لك يعني يعني الشيخ مثلا مصطفى اسماعيل لما كان يقرا مثلا <applause> اني مغلوب فانتصر يعني كان في الحاح فانتصر وهو يطلب الله عز وجل يعني كان في يعني اضطرار في الدعاء ومرات انت تقرا يعني لا اكلمني يعني عن مصطفى يعني هذا قارئ مهم وتوظيفه للنغم في المعاني طبعًا أكثر من طبعًا حدثني أكثر عنه أكثر القراء عندهم أساليب وقوالب نغمية يكررونها في جميع المصحف ونوادر من القراء وعلى رأسهم الشيخ مصطفى إسماعيل اللي هو مبتكر كل صورة تسمعها غير عن الثانية كأن داخله يعني صح التعبير يعني أو جاز التعبير كأن داخله ملحن مخزون جمل كل جمله وكل قفزه لها دلاله ويتعايش بالصوره كل مره بشكل مختلف م. يحس بالمعاني ويبرز المعاني وعنده قدره على يعني اختراق قلبك بالملكه اللي عنده هذه لذلك تشوفه بالنهاوند مثلا يروح يعني يدخل بالعجم مثلا مثلا لما يقرا الحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وما ادراك ما الحق ممكن هالقفزه هذه ما يسويها الا بهالصوره هذه فانت ما تقدر اصلا تقول والله هذا يعني هذه جملة, جمله لا لا مصطفى علم الناس كيف يعبرون في في القران لذلك هو استاذ بلغ الاستاذيه في القراءه، بلغ الالهام بالقراءه، بلغ يعني شو يعني اكثر قراء مصر دخلوا الاذاعه اعتمدوا قراء بتقليدهم لمصطفى اسماعيل. مصطفى اسماعيل يعني مصطفى اسماعيل يعني قارئ مصر مم. الاول يعني، انا مو تعصبا لهذا هو يسمى بهذا يعني. وعبد الباسط طيب؟ طبعا عبد الباسط يعني عنده يعني جوانب وعوامل يعني مختلفه يعني طول النفس الطبقه العاليه ال يعني لكل قراءة ولكل قارئ في عوامل يعني جاذبة وعوامل جميلة في صوته في ناس عنده نفس في ناس عنده طبقة عالية في ناس عنده مساحة صوتية ينزل قرار وحتى لما ينزل قرار تجد القرار عريض عنده تحت من الناس يمكن عبد الباسط مصطفى اسماعيل والمنشاوي متفق عليهم بس من الناس اللي اختلفوا عليهم الناس محمد عمران اي بعضهم يقول اصلا ما هو بقارئ هذا منشد وبعضهم قال لا هذا منشد عظيم قارئ عظيم ومتمكن لكنه حورب انت ايش انت ايش رايك في محمد عمران القرات انا طبعا يعني هذا قارئ مفضل عندي ولو اعتمد كقارئ من الاذاعه ما اعتمد هو؟ ما اعتمد هو اعتمد, هو اعتمد منشد ولكنه كان يقرا في 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 المساجد ايش ميزه قراءته؟ يعني القارئ يعني في عنده عوامل كثيرة عنده يعني عرب جميلة في صوته عنده قدرة على التعبير في صوته و... و... واستخدام هالنغم هذا يعني يعني الملكة اللي عنده آه وإمكانياته يقدر يستخدمها في صوته أه. في ناس عنده ملكة وقدرة وفاهم مقامات لكن ما يقدر يوظفها أه. هذا لا عنده قرار وجواب، عنده مساحة، عنده يعني سمعني طريقة قراءته، يعني شكله كيف كان يقرأ؟ لا يعني يعني هو أسلوبه يعني ما اختلف كثير عن القراء، يعني يجيب من مصطفى إسماعيل، يجيب من كذا لكن ما يجيب لكن من علي محمود؟ لأنه ان شيخ علي محمود طبعاً طبعاً، يعني حتى في الأذان كان يقلد علي محمود هو مبتكر للأسلوب هذا أسلوب ال المفاجئ في القفزات يصعد عالي وينزل حتى في اذانه يعني معروف علي محمود لذلك علي محمود طه الفشني محمد عمران من الذين اتقنوا الجمع بين القراءه والانشاد لكن الـ هذا اعتماد رسمي يعني انه اعتمد قارئ لكن لما تسمع قراءته قراءه جميله من ناحيه التجويد من ناحيه الصوت وبعدين كثير من القراء نغميا هو يتفوق عليهم من حيث النغم انه يلمس النغم صح يعني في ناس مثلا ممكن يقول لك انا قاعد اقول بياتي لكن هو قاعد يقول اكورد مو منقص الربع تون اللي هو في النغمه الثانيه من <applause> الله يسامحك انت سرقت منا الوقت وحنا كنا المفروض ما نطول فيه هنا عندنا شاشه اليوان ممتلئه باشياء كثيره <applause> استاذنك شاشه اليوان تنتظرنا وتنتظركم لا تذهبوا بعيدا <applause> حياكم الله في شاشة الليوان وجد الترحيب بضيفي الشيخ مشاري العفاسي الشيخ مشاري شاشة اليوان فيها مجموعة المواد نستعرضها ونعلق عليها بشكل سريع ويقع نبي أن يصير أيضا سريع خلي نشوف أنا وياك المادة الأولى <applause> لَا كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل دنيا سريعة <applause> طبعا هذا حضرتك 1990 و2023 ثلاثة من الواضح انه ازمة او والله انتم تسمونها الغزو، الغزو كان نقطة فاصلة في تاريخ مو بس في الكويت في تاريخ ايضا حياة مشاري صار في تغير عميق في نفسية هذا الشاب في عام 1990 1990 آه السؤال اللي بسأله اياك هل صحيح انه انت في بعد ازمة الخليج كنت تحفظ القرآن سرا ولم تكن تعلم احد بانك تحفظ القرآن؟ هو فعلا يعني الغزو يعني مرحله خلتني مركز اكثر خلتني في خلوه مع نفسي كنت اقعد في السرداب وصدى واسجل وهذا نوع ايضا من اللي تكلمنا فيه التجربه والملاحظه فكنت يعني أسجل وأسمع نفسي و... وكنت كاره صوتي يعني إن لما تسمع نفسك يعني ما تحب، ال... ف... لكن يعني كنت أحاول أشوف شلون أقلد القراء و... وسبق هذا أيضا يعني تقليدي لإمام مسجدنا في 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 86 كنت اروح المسجد واقلد حتى نسفته يعني حتى الاخطاء في نسفته اقلدها حتى مرات الى درجه أنها مرات كان يزعج مني يعني كاني قاعد له يعني طنازه يعني عرفت مع اني انا حبا فيه وتاثرا فيه وبقراءته يعني كان محمد الهواري رحمه الله عليه توفي كان يقرا بالرصد والنهاوند لذلك انا لما يعني حبيت استقل بقراءه استدعيت التاثر هذا لكن باسلوبي يعني وقراءتي، لكن هذا أه أه سؤالي ليش كنت انت تحفظ سرا؟ ليش كنت تخفي حفظك؟ يعني شوف يعني كل انسان يعني في في مرحله حفظ القران وطلب العلم و والاجتهاد والتدين واحيانا التشدد يكون عنده يعني الزام لنفسه بالعزائم الزام لنفسه بالتورع بالاحوط بال وتخوفات وخوف من خايفنيش. خوف من الرياء خوف من كذا وهذا كان هاجس عندي حتى حتى لما نزلت اشرطه بعد ذلك يعني تاخرت كثير مع اني كنت اصلي من 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 التحرير انا اصلي امام يعني كنت لكن ما نزلت شريط الا في 96 تخيل يعني ف... فكنت احفظ مع صديق لي وكنا ماشيين مع بعض يعني نفس حتى المقدار يعني سأسمع الصورة هو يسمع لي إياها تحفظون على بعض إيه وللأسف ما كان ولا تعلمون أحد أيوة علشان الرياء بس إيه نعم لما ختمنا يعني الناس تسمعنا بالمسجد نسمع حق بعض عرفوا وين واصلين يعني عرفت بالصدفة يعني لكن إحنا يعني حتى أهلك ما كانوا يعرفون أبوك ما كان يعرف أنك تحفظ قرآن لا لما خلصت الدرا يعني وهذا شيء يعني اثر حتى في 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 بيتنا يعني سبحان الله القران بركه يعني عليك وعلى اهلك وعلى بس كان في نقله مهمه في عام 99 شاب يعني ما زلت كنت شاب صغير وتستدعى المسجد الكبير في الكويت وتقرا في العشر الاواخر ما كانت نقله عاديه هي حتى المسجد الكبير كانوا يكلموني من 98 او 97 وانا كنت اتمنع لكن لما رحت فعلا مثل ما قلت يعني كنت صغير يعني يعني في بدايه العشرينات وللاسف انا الحين لما اشوف ناس يقولوا لي والله احنا كنا نحفظ عليك وانت وحنا صغار اقول لا تكبرني ترى انا سجلت صغير يعني عرفت؟ فما نبي نكبر انت يعني الحين حطيت لي الفيديو هذا الشاهد انه يعني كانت هي الانطلاقه خصوصا في الكويت مم. من ال 98 كان في صدار سوره يوسف صدقني ما هي بس، يعني انت 97 اذاعه القران في المملكه آه نشرت لك تسجيلات اي هذا انت قلتها لكتسجيلات. هذا انت قلتها، 97 يعني المملكه يعني آه حطت تسجيل في الاذاعه المشاري قبل الكويت حتى في الحرام يعني في الحرام عام 99 كان في شيء ملفت انه بس هذه كانت بعد يعني الجامع الكبير كانت عادة تسجيلات الحرم في الشامية وشبيكة والمناطق القريبة من الحرم المكي كان أئمة الحرم أكثر شيء يسمعون كان ملفت أنه في واحد شاب صغير قاعد تعرف يطولون تسجيلات الصوت صح كان مشاري من ضمن الأسماء شو اللي خلاك تطلع للسعودية في ذلك التوقيت يعني وش اللي خلص صوتك وصلنا والله شوف انا يعني ترى ما خطط يعني انا انسان عفوي وهذه بركه من الله عز وجل واسال الله عز وجل ان يستعملني في طاعته وهذا يعني يعني نعمه صلى الله عز وجل ان يديمها علي لكن يعني لما صرت في واقع الشهره يعني بالمناسبه يعني حتى في في سنه 93 اذكر كان الان هو الله يمسيه بالخير اخوي وصديقي الدكتور فهد الديحاني، كان معي في الاذاعه المدرسيه كنت اقرا وهو يقدمني ويقول كلمات واحاديث وكذا وصار الان يعني الوكيل في وزاره الاوقاف على شؤون الهيئه العامه للقران والسنه. ويعني هو اللي اخذ تسجيل عادي شريط ودالي تسجيلات السره وقتها. وصارت بعد ذلك نفس الاداره تزيلات الاف ونشرت اول شريط لي قال لهم ليش ما تجون تسجلون حق مشاري في 93 فانا قلت بعد ما سجلوا قلت انا ما ما لي رغبه اني آه انزل اصدارات خوفا من الرياء في الست في 96 يعني كنت امام مواقع خلاص يعني التسجيلات بدات تنتشر يسجل يسجل يعني تسجيل كاسيت وكذي وقتها هني انتهزوا الفرصة اللي كانوا معاي من الثلاثة وتسعين اللي هم التسجيلات وقالوا لي يا مشاري الآن انت نبي بهالشريط اللي تسجله لا تجمع وتخلط بين علي جابر ومحمد أيوب وكذا اقرأ بقراءتك انت فبدأت الآن انتبه للقراءة بالنهاوند والقراءة المنفصلة فجمعت شريط كنت اتبع القراء واجمع كل نهاوند هني بدأت بدأت أتأثر يعني بس من الستة وتسعين فوق اتاثر بالقراء المصريين غير النشاه. مم. مصطفى اسماعيل وعبد الباسط وحمدي الزامل ومحمد عمران ومحمد رفعت وعبد العظيم زاهر وطه الفشني وعلي محمود اسماء سمعت الكل واستفدت من الكل لكن في بحثي عن النهاوند سمعت اطوار وتجارب وكنت كان عندي شريط من الاشياء يعني المضحكه صراحه اللي عادي اقولها يعني. وقت يعني كنت صغير وقتها يعني كنت كان عندي شريط جامع فيه القراء بالترتيب اللي يقرؤون النهاوند فكان محمد كاتب محمد رفعت بخط دي محمد رفعت مصطفى اسماعيل المنشاوي عبد الباسط وكان في فيلم لام كلثوم اسمه سلامه تقرا فيه من سوره ابراهيم كان عاجبني المقطع هذا حتى صوتها كان كانه رجولي يعني عرفت يعني فحطيته لكن انا خوفا من ربعنا المتدين المتشددين يعني فكتبت محمد رفعت مصطفى اسماعيل المنشاوي عبد الباسط الشيخ كوكب <applause> <applause> يعني كوكب الشرق صارت صارت ام كلثوم صارت الشيخ كوكب ممكن... اي ايه ومحمد وبعض القراء ايضا فكنت اقول حق بعض المشايخ يعني ايه انا وهم انا فضحت نفسي بعد اروح حق رايح حق شيخي يعني احد مشايخنا اقول له شوف اسمع المقاطع هذه وهذا ترى هذه قراءه ام كلثوم وكان في بعض الشباب قال يا جماعه اسمعوا هذا ام كلثوم <applause> قلت نفسي يعني سري مو عندك <applause> طيب انت في في مرحله التشكل رحت درست في المدينه ايه نعم. في الجامعة الإسلامية ايه نعم. ودرست على يعني الشيخ عبد ابراهيم الأخضر ومجموعة من المشايخ، ايه. قرأت على ابراهيم الأخضر نعم قرأت شيء يسير والشيخ محمد اه. أيوب ايه. شيء يسير والشيخ عبد الرافع طبعا أتممت عليه والشيخ الزيات لك ليش ما كملت عليه. في الجامعة؟ أنا يعني بالوقت هذا كنت يعني في شهرتي امم اه. كنت اواجه الصعوبات في في الجانب هذا. قبلها كنت في كل التربيه في الكويت نفس نفس الشغله، يعني لما تجد الدكتور يسالك امام الطلبه او يخصك امام الطلبه او يخصك حتى امام الاداره او يخصك، وهذا وجدته حتى في المدينه. انك تجد في خطين، في خط معاك وفي خط إن انت المشهور انت الكذا كنت يعني 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 لكن انا اعتقد ان يعني هذا الموضوع كان ممكن يحقق لي هدف هو ليس اتوظف فيه لكن انا كنت بهذا الوقت اللي هو في عقب ما درسنا الشاطبيه في عقب سنه ثالثه لان الشاطبيه ثلاث سنين والسنه الرابعه اللي هي اللي هي الدره القراء الثلاثه المتممين للعشر هني كان عندي بدات في قناه العفاسي يعني انا كان عندي مشاريع وتسجيلات و وكذا وهذا كان ومتزوج وعند عيال خلاص يعني انت <applause> ما ما يعني ما زهدت في الموضوع هذا صراحه و و اتكأت <applause> على يعني ال يعني المشاريع اللي انا ماشي فيها يعني ب... في اللي انا ماشي فيها بذكر الشيخ كوكب <applause> انت كنت تعزف على الات موسيقيه <applause> يعني كنت اكثر من اله انت تتقنها وكان عندك مدرسين خصوصيين يجونك قانون ومرواس وغيرهم <تصفيق> <تصفيق> انت مسوي بحث ما شاء الله متى توقفت؟ وليش توقفت اصلا؟ هذا سؤال حلو صراحه، يعني انا من من من, من نعومه اظفاري من الروضه يعني وانا في النشاط الموسيقي وفي البيت يعني الوالد كان الله يحفظه كان يسعى الى انه يكتشف شنو ميولي ويحقق رغباتي. فكنت لما يشوفني مثلا احب الخط العربي يجيب لي كراريس خط تحب الالات والعزف فصل لي عود على قدي درست قانون على مدرس كل الالات تقريبا يعني عزفتها دشيت نادي الكويت دشيت لعبت بنادي السالميه حبيت كره القدم كنت يعني يعني وايضا كنت احب الاعلام يعني انا كنت ما في مسرحيه تنزل الا اروح لها انا حاضر حامي الديار ونمت بآخر المسرحية تحب المسرح يعني عشر سنين وقتها يعني م. عرفت في 86 لكن انا اقصد لما جت يعني ومع هذا كنت مهتم بالقرآن وقلد القراء وكذا بنفس التوقيت يعني هذا لكن لما جاء تركيزي على القراء تركت اشياء كثيره او كل شيء تقريبا هذا الحلول في الموضوع م. المثابره في الجانب هذا يعني يعني اليوم في في حتى في 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 البزنس في المشاريع يعني اليوم وايد ناس عندهم فلوس، وايد ناس عندهم افكار، وايد ناس عندهم لكن منو يملك المثابره؟ انك تجابل الموضوع هذا بشغف. يعني انا تركت صحبتي، تركت الخط العربي، تركت كرة القدم، تركت الخط تركت الموسيقى، شلت كل الاتي من البيت. واتجهت فقط الى القران ومن بعد الغزو يعني القران نشاط المدرسي ايه اختلف فصار فانت لما هجرت هجرت كل شيء لما صرت قارئ لا لما صرت قارئ لما بدات مع القران يعني من قبل حتى لا اختم يعني ولا كان ما اختم كان اكون في شتات يعني طيب خليني اروح ال المنطقة الثانية من شاشة الليوان المنطقة دي منطقة جديدة احنا مسوينها السنة هذه هي كاريكاتير الليوان في فنان مبدع اسمه عبد الله جابر يرسم لنا لوحات ويحاول انه يقرا الشخصية ويعطينا رسمة فيها خلينا نشوف ايش قال عنه يلا ايش تعليقك؟ أه يعني شنو شنو المقصد اللي فهمته يعني؟, يعني؟, هل هو هو يقول لك انه هو, هو الان قارئ بس هو لما يشوف نفسه يعني خليني اسال انا بطريقتي إيه. يعني هل داخل الشيخ مشاري فنان مكبوت لا هذا مو واقع يعني انا ما امسك اله يعني اولا ولا شغوف اني امسك اله لاني انا شبعت خلصت طفولتي كلها الات عرفت آه ثانيا اني انا الان آه لما الحن اناشيدي او يعني اتعامل مع ملحنين او فنانين آه بمنطقتي بالانشاد ما العود ابدا ما لا هل سيكون ما لا اي دخل في شغلي إيه هو هو الان هذا السؤال هل هل بل انا محافظ حتى على هويتي في الانشاد اللي بيجيك على الانشاد انا ما اتكلم الان على الانشاد انا اتكلم داخلك هل هو هل اللي داخل مشاري مشاري العميق هل هو قارئ قران؟ هل هو منشد؟ هل هو مهندس صوت؟ هل هو فنان مكبوت؟ انت ايش رايك؟ لا مو فنان مكبوت انا ما يعني من اللي داخل مشاري؟ للشخص العميق مره اللي تقول هذا مشاري شوف يعني الجمال يعني متعدد اللي يحب يتعلق بالقراء وجمال النغم اللي عندهم وجمال التأثر والخشوع مثل واحد مثل المنشاوي يعلمك كيف تتأثر بالقرآن كيف تبرز المعاني واحد مثل مصطفى اسماعيل أنا أعشق القراء أكثر من عشقي للنغم يعني ممكن أنا أسمع قارئ مثل الشيخ بن حميد مثلا يعني ما ما ينغم لكن أنا دام أنه يضبط التجويد أنا اس يعني تستهويني تلاوته، الشيخ بيتي مثلا يعني خلينا نروح يقرأ بالرصد يعني. يعني لا لا أنا بجيك أنا قصدي يعني حتى حتى في في مرحلة الآلات والعزف وكذا تخيل ما كان عندي مثل ما كان عندي في القرآن م. مطرب مفضل أقصد ما كنت كان عندي مطرب مفضل أبو بكر سالم م. رحمة الله عليه لكن كان ما كان عندي اشرطه واجمع اشرطه ما عندي لشعر. سبحان الله ما الله حببني في الاغاني ولا حببني حتى في حفظ الشعر سبحان الله الله فرغني واختارني واصطفاني هو هو هذا سؤالي انه سمت حامل القران نعم. انه الانسان لما يحمل القران يفترضون الناس في سمت معين مم. وهو يبغى يعيش بشريته كيف مم. مم. نوفق بين هذه وهذه؟ انا اقول لك يعني شوف رسم الشخصيه المعني فيها صاحب الشخصية نفسه في ناس تقليديين عنده نماذج أنت لازم تصير مثل هذا مم. وقد تكون نماذج قريبة أنا قلت لك قبل شوي أن في قراء كبار جمعوا بين القرآن والإنشاد يعني الصورة هذه في قراء كبار مصريين عندهم صور وهو ماسك العود لكن هو أكثر من خدم القرآن لا وأكثر عندنا من تأثر عندنا حالة هنا مثلا في السعودية الشيخ عادل الكلباني مم. كل ما سوى شيء قالوا هذا وانت امام الحرم هذا وانت ش... امام ال... يعني مم. لانه قرأ القرآن او تعرف ان عند الناس قارئ يفترضون الناس ذهنيا انه 1 2 3 4 المفروض ما تسويها نعم نعم انت 1 2 3 و 4 انا ما اتركنا من الكلباني يعني انا اتكلم الان إيه. عن الشيخ إيه. مشعل إيه. الان 1 2 3 و 4 من اللي يفترضون الناس انه المفروض ما تسويها الان اقول لك شغله كيف تتعامل معها؟ هي هي مو مصطلحات وتسميات والشيء و... منقسم مم. انا قلت لك الجمال واحد الكتله هذه في في ان صح التعبير في فن التلاوه والاداء فن التلاوه والاداء يتطلب و اه يعني درايتك بهندسه الصوت يعني انا مثل ما قلت لك تاثرت بالقراء المصريين وشفت ان القراء المصريين كلهم لما يقرا قران الفجر اللي هو يسبق اذان الفجر يقرا ثم يبتهل وينشد ثم يصل بالاذان ويأذن فكل القراء المصريين قرأوا وانشدوا ومنهم من اتقن ومنهم من لم يتقن الجمع بين لا حتى لكن اللي عنده ملكه وعنده موهبه في في مثلا آه لما يقرأ الابتهالات هذه ويلحنها ويجد اسلوب في في تنغيمها لذلك انا انا شفت ان هذا الشعر متنفس انا ما اعتبر ان القران محل للمبالغه في التغني لكن الشعر مساحه كان الصحابه ينشدون و انا برجع لك للزمن 20 سنه ورا يعني في اللحظه اللي الناس فرحانه فيه قاره وتداول اشرطته 2001 انت بدات ببدايه مختلفه يعني انت بدات بالنشيد باكثر من مرحله اول شيء قصايد زهديه وبعدين يمكن جت اللي قبل حق الافاعي شو اسمه؟ الشاطبيه ايه الشاطبيه مثلا متون القراءات والتجويد اول شيء متون بعدين دخلت في قصائد زوديه وبعدين دخلت على بعدين جت ذكريات البوم ذكريات بعدين جت بنات الريح بعدين جت حلف براير لحظه نقطه يعني المرحله الاولى هي كانت متون لاني انا لسه ما سجلت ختمه كامله كنت اسجل متون الشاطبيه الدره المتون اللي تخدم القراءات وال لما جيت ختمت في 2003 في صيف 2003 ختمت ختمه بدات انزل اناشيد عقب الختمه لا بس الناس كانوا ليش صاروا الناس ضدك في النشيد؟ الناس كانوا في فتره طويله كان في معارضه لدخولك النشيد خلك في القران اترك النشيد ما يجتمع نشيد وقران تتذكر هالقصه اي يعني شوف هذا هذا تشهيهم وفينا في شريحة كبيرة لا إلى الآن يعني يعني تحب وتنتظر النشيد والدليل يعني إقبال الناس على النشيد وأنا أنا حريص أيضا على يعني اه اه ثبات الخط حتى الفكري في النشيد يعني أنت تعرف النشيد في 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 أفكار في نشيد في غلو، في نشيد في في افكار ارهابيه، في نشيد في يعني في اقسام للنشيد. فانا كنت مكثر اصلا من 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 خطي حتى اني انزل في الالبوم الواحد 16 17 نشيده لاني اجد ان هذا الخط اللي عندي قريب من شخصيه القارئ قريب من 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 الابتهال قريب من الدعاء قريب من مدح النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الخط اللي كانوا يتبنونه القراء حتى المصريين يعني قضيه الابتهالات ومدح النبي نعم يعني لكن انا بضوابطي الشرعيه اللي انا تربيت عليها لذلك انا من ضوابط الشرعيه انا كنت اعلم علم اليقين بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه بجواز الأناشيد بل وكان يسميها اناشيد اسلاميه يعني بغض النظر عن التسميات لكن كان بهذاك الوقت مزاج عام أن لا تدخلون في النشيد، والان لا نفس اللي كانوا يقولوا لي ليش دخلت في النشيد، الان يقولوا لي عطنا نشيد حق قنواتنا الفضائيه وحق برامجنا. فهي الموضوع كان تشهي بحت ترى، يعني ما مو, مو موضوع شرعي. ان مشاري لا لا احنا نبيك لا مو انا, أنا ارسم شخصيتي مو انت. هو هو قلت لك انه قارئ القران عند الناس له خصوصيه يبون قارئ القرآن لا مو عند الناس عند الخليج عند الخليج طيب وانت واحد من الخليج؟ عند... لا يعني انا قلت لك انا تاثرت بقراء العالم وعلى راسهم يعني قراء السعوديه ومصر وبالتالي العادات اللي في مصر تقبلتها والناس ما تقبلوها في الخليج لا يعني انا انا ما اشوف الموضوع كذي، انا اشوف الموضوع إن ما الموضوع ما في جانب مخل شرعا ما تلزمني ولا الزمك لا الزمك بسماع ولا تلزمني بي 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 بالاحوط عندك م. عرفت خلينا نشوف المقطع الثاني مع بعض. <applause> طبعا هذه قناة هي كانت قناتين بعدين صارت قناة نعم. بعدين تقفلت اسمها قناة العفاسي نعم. قناة قرآن ما تعود يعني شيء جديد ويمكن ما تكرر انه نعم. قناة باسم قارئ مم. نعم. من قناة القرآن الكريم او قناة العفاسي ليش قناة باسمك يعني ما, ما كانت مفهومة كثير اي نعم هو يعني كان في شركة تملك هذه القناة او, أو مو انت اللي تملكها؟ لا وهي اقترحت وهذا يعني في ناس يعني عندهم ظنون و ان مشاري ملياردير <applause> مليار وعنده قناه وكذا لا هذه كانت شركه عندها مشروع اسمه خدمه العفاسي في الموبايل وعشان خدمه العفاسي اسمها خدمه العفاسي صارت قناه العفاسي ووجدوا ان هذا امر يساهم في تسويق القناه وتسريع تسويقها احسن من هم اختاروا الاسم ما كان الموضوع برغبه مني إيه يعني هم كانوا يتربحون تحت بند انه احق ما اخذتم عليه لا كتاب والله شوف اقول لك شيء والله هم يعني هم يعني ناس يعني كانوا الله يرح الله يرحم يعني صاحب الشركه توفى رحمه الله عليه أماريح. يعني كان يريد الخير صراحه في القناه لذلك ما كانت مربحه ابدا ابدا ما كانت مربحه ما في سنه ما كان يجيك دخل منها لا ابدا هذه القناه أنا كان يجيني دخل من الشركة لكن القناة ما تدخل يعني القناة يعني أنت تعرف القناة القنوات الإعلامية كلها يعني لازم لها سبورت يعني م. تلقى نعم. الـ يعني الـ القناة عندها صحيفة يغذون القناة من الصحيفة مثلا يعني الأصل إيه عدم الربح أي نعم بس حتى كانت في ضوابط يعني في أشياء أنت ينقدون الناس عليك انه في ظهور ضوابط معينه انت كنت يعني الضوابط حقت القناه كانت محسوبه عليك وفي اشياء يمكن انت ما تتفق معها. لا بالعكس يعني انا انا شوف انا ما عد نفسي متساهل بقدر ما انا يعني آه يعني عندي اللي يحكمني الدليل الشرعي. يعني لما تظهر نساء محتشمات لا تقول لي والله الافضل وكذا، الافضل عندك. عرفت لما يطلعون شباب لابسين مثلا جنز ولا لابسين كذا بالعكس انا انا اريد ان اصل الى نقطه وهو ان الدين للجميع ما هو لجماعه دون اخرى ما هو لفئه دون اخرى جت فتره احنا لم ما نسلم على بعض فهذا كان من مقاصدي انا صراحه لكن نفس اللي عارضك يقول حط متدينين اللي يلعبون المشاهد هذه طيب انت تحرم التمثيل ولا تبي تلعب الدور؟ مم فانا ما انا يعني ما احب اني امشي على امزجه الناس. انا لي لذلك حتى في القناه كنت اجيب اطراف نقيضه. يعني كنت من كنت علاقات عامه يعني. على, طار... على طريق النقيضه بشوف أنه وياك المقطع ونبي نستكمل. الهلال لنا احب من القمر. يملك الشيخ مشاري العفاسي عدد كبير جدا من الاصدقاء في عالم الفن ونجوم الغناء العرب. وقدر في فتره قصيره يسجل اكبر عدد من اعمال الدويتو مع فنانين كبار اكثر من اي فنان اخر. صداقه العفاسي الوثيقه بالفنانين ليست جديده وخصوصا لما نشوفه في اكثر من مشهد يجمع بالفنانين السعوديين والكويتيين وغيرهم مثل محمد عبده ونبيل شعيل. بدون الماده هذه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان أما بالنسبة للدويتو فنجح العفاسي بإنتاج أكثر من عمل إنشادي مع عدد من الفنانين النجوم مثل راشد الماجد وفضل شاكر وعبد الله الرويشد وسجل العفاسي عدد من الأعمال الإنشادية التي لحنها له فنانين وملحنين غنائيين مثل أصيل أبو بكر سالم وأحمد الهرمي وفايز السعيد ورابح صقر جيتك يا دار العز والطيب والجود يا طهر بلد يعني راشد الماجد ايه. عبد الله الرويشد في عايض يمكن اليوم نزل ايه. سؤالي ببساطه وأصيل شديده واصيل ان شاء الله قريب اصيل ابو بكر مع أصيل ان شاء الله سؤالي ببساطه شديده لماذا لانهم مسلمين ويحبون فعل الخير وما فيني خير اذا ما اتعاون معهم على فعل الخير ببساطه في ناس عندهم لا زالوا يعيشون مرض ورواسب الفكر المقسم للمجتمعات في مجتمع مسلم وفي مجتمع في, في نفس المجتمع المسلم في مجتمع جماعة مسلمة وجماعة. طيب لو غير مسلمة مع واحد غير هذا مسلم وهذا عندك أثر عفوا هذا أثر أثر الفكر الخارجي. لأن الفكر الخارجي من أهم يعني صف صفاته أنه يكفر بالمعصية. أي صاحب معصية والمتورع منهم يكفر بالكبيرة. فأي صاحب معصية. كفره ويتفاصل معه وكذا بالعكس يعني احنا كلنا اصحاب معاصي كلنا م. اصحاب ذنوب بس الدوت مع غير مسلمين ممكن ولا لا؟ ليش لا؟ اه طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني, اه يعني استضاف يعني حتى حتى اليهود يعني يعني احنا يعني لو جاء يهودي مثلا يعني عفوا انا معك عندك مشكله؟ لا عفوا انا اقول لك شيء يعني انا كنت اجد معارضات يعني ترى انا ما تغيرت يعني انا من 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 بدايه التسعينات ولما كنت اسجل القرآن كنت اسجل في استديوهات الاغاني بحثا عن الجوده وكنت احتك في الفنانين بوقتها وكانوا يظهرون محبتهم لانهم في فريكونسي واحد يعني هم عارفين انت شنو قاعد تسوي من نغم فيجيك يقول لك والله انت قاعد تقرا بالمقام الفلاني وكذا وسمعنا كذا ويتاثرون ويبكون وكذا في علاقه قديمه بيني وبينهم موضوع مو جديد انا ما اتكلم عن قديم جديد لا لا عفوا عفوا انا اقصد التطور ان م. ان ان يعني مشاري سجل في التسعينات ولما بدا يسجل اناشيد تعاون مع ملحنين وسجل معاهم وكتب اسمائهم وسجل مع فضل وسجل مع هو سؤال ليش؟ أه لماذا؟ انا جاوبتك يعني الناس انا بعطيك م. اول شيء قبل ما اسالك اللي شو الناس م. انت لو انت قلت الرسول تعامل مع اليهود م. لو جاك واحد يهودي بيسوي دويتو هادف عندك مشكله شوف يعني مو لهالدرجه يعني انا الموضوع هو عندنا احنا بنعرف الدرجه حقتك لا يعني انا لا ما راح اوافق طبعا ليش طبيعي ما اوافق ليه يعني مو هذا خطي يعني انا انا قاعد اتعاون مع مسلمين على البر والتقوى لكن انا اقصد التعاون من 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 يعني من نوع اخر اللي كنت بضرب مثال عليه اللي لما دخلت الاستوديو وكنت اسجل القرآن في استديوهات الاغاني واحتكيت بالفنانين وقتها علاقتي قديمه بحمد المانع مثلا كفنان علاقتي قديمه بعصام كمال وخديت منهم اناشيد والحان من من قديم يعني نفس الشيء رابح من قديم وكنت اعلن هذا وافصح عن هذا يعني هو, هو الناس ايش تقول؟ الناس تقول انا قاعد اتابع يعني ايش ردات الفعل ايش كيف لا عفوا خليني اقول خليني اكمل اتفضل كانوا كان وكان المعارضه وجه المعارضه شنو؟ نام شاعري ليش تسجل باستديوهات الاغاني؟ فكان جوابي انا منسجم مع نفسي انت اللي تعارضني انت تز... انت عندك تسجيلات اسلاميه وترعى تسجيلات اسلاميه وقد تكون صاحب تسجيلات اسلاميه وتطبع كاستك مو هذا لما اقول اليهود انت تطبع كاستك في الصين وفي المانيا وغيره زيادة فهذا زيادة تعاون ايضا هل كانت محاولة لزيادة جماهيرية مشاري عن طريق البحث عن جماهيرية هؤلاء الفنانين؟ لا بالعكس بالعكس انا كنت اثري شلون بالعكس يعني هم لا, لا, لا جماهيريتهم لا, لا, أ... لا انا كنت ابي اثري العمل الديني وكنت احترم عملي لذلك من البداية كنت اسجل في السجادة مثلما مثل ما قلت لك بحثا عن الجودة حرصت على اني اتعامل مع هذه الصنعة باحترافيه اروح يعني حق اهل الاختصاص إيه؟ انت تتكلم عن الحان لا أنا ما اتكلم اروح حق اهل الاختصاص انا ما اتكلم على انك تسجل فيه تشوف واحد فاهم و... انا اتكلم على قضيه دويتو او محاوله لان اكثر ما هي مره مرتين لا هو واضح انه انت مركز في القصه يمكن ما م... في يمكن المطربين بيناتهم ما... ما تعاونوا بقدر ما تعاونوا لا مركز, ما مركز. انا اقول لك شيء بعض التعاونات بطلب مني وبعض التعاونات بطلب منهم م. انا قلت لك بعضهم يقول والله اتمنى ان هذا العمل هو اللي دششني الجنه عرفت؟ يعني هو مدرك الناس يقولون خميس وجمعه لا بالعكس يعني انا والله شوف انا لقاء محمد عبده ايه آه يعني آه يعني كان استاذ محمد عبده يعني آه ممتع في الحديث عن القراء في الحديث عن الناس تسيء الظن صراحه الناس لما تقول خميس جمعه انت قاعد قاعد تطعن لما تقول خميس وتحسن الظن فيني لما تقول جمعه لكن انت تسيء الظن في نوعيه وطبيعه الجلسه يعني ليش تجال يعني شنو ليش هذا الرجل المسلم ومؤدي اركان الاسلام ويشهد ان لا اله الا الله وممكن عنده خير اكثر مني ومنك ليش ساعة الظن وهذا يعني انا قلت لك يعني الجلسه كانت كلام مؤثر جدا محمد عبده يعني اثر الحديث والجلسه في في الكلام عن محمد رفعت بالذات والخليفي رحمه الله عليه محمد سعيد نور وعبد الباسط وكانت جلسة ممتعة لدرجة أن بعض الحضور كان يبكي فبعض <applause> بعض الناس يسيء الظن صراحة لا ويحكم... احنا, احنا, ما نتكلم عن سوء الظن احنا بس نحاول نفهم منك أيه. ولي عشان نفهم أكثر أنا ودي تعلق لي أيضا على هذا الفيديو أيه. خلينا نشوف الفيديو مع بعض صحيح أن العفاسي يمكن يختلط عليك إذا كان قارئ أو منشد بس أتمنى أن حيرتك ما تزيد إذا عرفت اهتمامات الرياضية فهو مشجع بقوة خصوصا في تويتر عرباوي في الكويت ومتابع مشجع في الدوري السعودي وتغريداته كثير في كاس العالم لما شجع الارجنتين هو يطقطق بعد لك سر عند الله بينك انت وبين الله وهنا تشوفها مع نجوم المنتخب المصري صلاح والنني وهنا مع بطل الفنون القتاليه المختلطه حبيب نور محمد رف. وباقي شيء واحد سبق انك شفت مهارات العفاس الفرديه <applause> طيب شوف <applause> هل لك سر عند الله؟ انا اسالك الان عن السر اشرح لي آه... اخر مباراه حضرتها كانت ب 89 كان ما في مباراه للعربي الا اروح لها حضر المدرج بعد ما تدينت او اتجهت للقران مثل ما قلت لك تركت كل شيء وتركزت على القران جاني اتصال من اللاعب محمد النني الله يذكره بالخير هذا اللاعب محب يعني وانا احبه والله ويتصل جزاه الله خير ويقول لي انا داعيك لحضور مباراه مصر وبلجيكا اللي فيها تهيئه للمنتخب البلجيكي للمشاركه في كاس العالم. فقال لي لازم تحضر وانا مسوي لك دعوه في اي بي ابيك تحضر وانا ما ما حروح مباراه من 89 ما رحت اي لا يعني صراحه يعني انا اوكي يعني احب الرياضه لكن مو متابع صراحه. ف يعني وهو له تسجيلات يقلد ويقرا معاي وكذا فانا يعني احبه هو محمد صلاح فقال لي احنا نبي نشوفك جايين وضروري ضروري نشوفك وانا مصر لها يعني مكانه خاصه فضلا عن إن انني وصلاح فقال لي ابيك تحضر رحت والله استجبت له وانا شخصيه عامه لازم احيانا انت يعني يعني تكون يعني عند تقف عند رغبات الناس صراحه ف حضرت المباراه وبعد المباراه كنت الفندق والتقينا هذا سؤالي يعني انت, المباراة يعني يعني انت من 89 الى هي مثل مباراه 2022 صح يعني ها ها عمر اي نعم هذه السنين الطويله كنت تقول انه القارم يعني يمكن ما يليق ما ينفع لا مو ما يليق انا مركز أنا مركز يعني أنا لا بس أنت ما كنت مباراة العربي تروح فجأة وقفت إيه على أنك إيه قارئ إي نعم إي لأن شو اللي خلاك تهون؟ قاعد أقول لك أنا رحت برغبة هم. ثم أنا قلت لك مركز أنا أنا أعتبر نفسي وان ترك يعني أنا حتى مشاركاتي الخارجية قليلة هم. لسبب أني أنا تلقاني دائما قاعد بقحفية بطاقية بالاستديو بمحيطي الصغير ومركز انا اعتبر نفسي اذاعي اكثر يعني حتى استجاباتي للقاءات المشاركات لتصوير حتى الكليبات لتصوير البرامج ترى ربع الطلبات او ربع الدعوات اللي تجيني انا ما احب كثره الظهور ما احب التصوير ما احب كل هذا ولا تحب التصوير؟ والله يعني اقول لك شيء انا انا بفتره من الفترات تعرف دخول سياسه وتويتر وكذا مع السوشيال ميديا وحماسه السوشيال ميديا جتني دعوات كثيره من العربيه من الام بي سي من قناه 24 قنوات كثيره ما استجيب يعني قناه الراي يعني ما أقدر اقول لك انا استجابتي ربع الطلبات صراحه يعني هذا انا ما اتعزز لكن انا اكون مركز في 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 الاستديو وركز ب ب صعب تطلعني من المود صعب لو اجيك ما اكون مركز معك طيب. يمكن آه هذا المحور الاخير اللي عندي. انت في تغريده في 19/8/2020 قلت سفيان الثوري قال وددت اني قرات القران ثم وقفت لم القى احدا ارضاه الا قال ذلك وفي روايه ليتني اقتصرت على القران صدق من نصح بهذه النصيحه اعلن توقفي عن التغريدات السياسيه كي لا تتحول الى مهارات او مهاترات وجدل قلت ما عندي من رد ونصح في هذا القدر كفاية وفق الله الجميع وعادنا من مظلات الفتن لماذا توقفت؟ أنا ذكرت السبب في التغريدة أني أنا كغيري من من تربى على حب السنة وحب السلف الصالح واحترام السلف الصالح وبالمناسبة يعني السلف الصالح يولون أهمية كبرى للقرآن وللسنة ولآثار السلف وأيضا كانوا في أسفارهم وحتى الصحابه في بناء المسجد كانوا ينشدون الشعر وعندهم يعني يعني انا انا منسجم مع الموضوع هذا لكن شفت انه اني انا قلت اللي عندي من من, من, من تغريدات <applause> والاستمرار في الجدل شيء يقسى القلب يتعارض مع سلامه الصدر يتعارض مع يعني الوعاء القراني خلاص انت يعني حتى ترى يكون بعلمك حتى في خوضي في 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 السياسه ان صح التعبير مع ان م. انا ما اعتبرها سياسه هذا دين يعني وما في انفكاك بين السياسه والدين دين لازم تكمل ما في انفكاك بين السياسه والدين لكن ما اكمل اذا كان جدل ما اكمل اذا كان جدل يعني مجادله اهل البدع مجادله الناس بشكل عام قلت لك تقسي القلب لذلك انا يعني واحيانا حتى لو بموضوع عام لما انت تكتب ما عندك من فكر ما عندك من راي في, في السوشيال ميديا ويجيك رد وانت ترد على هذا الرد راح يكون الرد ردة فعل مو مو فكرك مو انت احيانا يكون بغضب بيكون يعني احيانا اللي اللي يكلمك هو يفصل الرد اللي يبيه من من اسلوبه فانا كنت رافض المنشن ما ارد على حد، مو تقليلا لهم، قلت لك ارجع واقول لك انا مركز في شغلي. هو انت مركز هو انت صراحه مركز في محتواي، انا طويلة. لا عفوا انا مركز مم. في محتواي، يعني يعني لما يجي انا لما حتى لما اغرد انا قاعد في محيطي قلت لك في الاستديو في ديواني وكذا اغرد التغريده حتى ما اقرا التعليقات، اغرد وقت تليفوني. مو مهتم حتى في السوشيال بالنسبه لي متنفس لكن انا مو مركز فيه صراحه. أه ايش المشروع اللي تقول هذا هدف حياتي؟ انا هذا الشيء هو اللي سانجزه وبركز فيه ما دام كنت اتكلم عن موضوع التركيز بعيدا عن عن هذا السياق هو الهدف القراني يعني انا من 2003 عندي امنيه اني اقرا القراءات العشر واسجلها بشكل يعني صحيح ومتقن لان يعني عن تجربه سجلت الشاطبيه سجلت الدره احتكيت بالمشايخ الكبار، كان يقول لي الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف احد المقرئين المعروفين المعتبرين الكبار رحمه الله عليه، كان يقول يا مشاري القرآن ما ينتشر بالشاطبيه او القراءات يقصد يعني. يعني ينتشر بتسجيل القراءات. متى متى ناوي يعني انا اقول لك شيء يعني الناس ما عرفت التلاوه الصحيحه الا بتسجيل الحصري وتسجيل عبد الباسط لذلك احنا عاله عليهم. الحصري سجل روايه نعم يعني المصحفين الرواية اكثر من روايه صح في البدايه كانت حفص وكان نعم يعني أنا, هو انا اتمنى اني الله عز وجل يمن علي اني اتم القراءات العشر تسجيلا يعني بالروايات العشرين يعني عشرين ختمه ان شاء الله متى تبي تسوي هذه؟ اتمنى يكون مشروعي في هذا العام ان شاء الله وهذا مشروع حياتك؟ نعم يعني الحمد لله يعني اسال الله عز وجل ان يعينني عليه شكرا لك شيخ مشاري على هذا اللقاء شهر موصول لكم أنتم منقلوا عن الشيخ مشاري العفاسي أنه يقول تسجيل القراءات العشر هدف حياتي السلام عليكم